خلال الساعات الأولى ارتكب الإسرائيليون خطأين فادحين ومكلفين قادتهم تجربتهم في حرب 67 إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم استخدام الدبابات وحدها لمحاربة المشاة. إنهم لم يأخذوا في الاعتبار تأثير الصواريخ المضادة للدبابات في أيدي القوات المصرية المدربة تدريب أفضل والأكثر حماسة. ضاعف الإسرائيليون هذا الخطأ من خلال إرسال دبابات بمفردها لإنقاذ الحاميات العسكرية الإسرائيلية المعزولة من حاجزهم الدفاعي على جانب القناة والمسمى خط بارليف. عندما هاجمت الدبابات الإسرائيلية وحدها في أيام 6 و7 أكتوبر تعرضت للضرب الشديد. جاءت أسوأ النتائج في يوم 8 أكتوبر عندما اقتحمت كتيبة مدرعة إسرائيلية كمينا مصري. دمرت دبابات الوحدة بالكامل أو تضررت وتم أسر القائد. في يوم 6 أكتوبر كان لدى إسرائيل 293 دبابة في سيناء بأكملها، ما يقرب من النصف كانوا خارج الخدمة في غضون 36 ساعة. بحلول اليوم 9 ضخ الإسرائيليون حوالي 700 دبابة في سيناء، لكن 300 منها فقط كانت قابلة للتشغيل. لم يتم تدمير العديد من الدبابات الأخرى، لكن ربما تم إيقافها بسبب أعمال الصيانة الأساسية أو إصلاح أضرار المعارك. لكن من الواضح أن سلاح المدرعات الإسرائيلي قد انحصر بشدة في الأيام 3 الأولى للحرب.